متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. فبعدما تأثرت المملكة بهذه الحالة الماطرة، فإن المملكة على موعد مع استقرار جديد بالأحوال الجوية، إذ تشير الخرائط الجوية لأن المملكة ستبدأ من يوم الأحد بالاستقرار النسبي على الأجواء. يتوقع تسجل درجة حرارة مثلا في العاصمة 22 درجة مئوية، 16 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 26 في الدمام، 18 في تبوك، 29 في جدة، و18 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي قد تشهد بعضا من أجزائها هطولا للأمطار. يوم الاثنين يتوقع أن تتأثر المناطق الجنوبية الغربية ببعض الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى، درجة حرارة العظمى 16 والصغرى 8 درجات مئوية. نراقب في طقس عرب احتمالية تساقط زخات ثلجية فوق مرتفعات اليمن في ساعات مساء يوم الاثنين. 21 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 33 درجة مئوية في جدة، 21 درجة مئوية في تبوك، 18 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، و24 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. يتوقع أن تكون هناك بعض الأتربة المثارة في مدينة جدة نتيجة نشاط للرياح الشرقية بشكل لافت في تلك المناطق وبعض أيضا المناطق الغربية من المملكة. يوم الثلاثاء يتوقع أن تكون الأجواء أيضا مستقرة في أغلب المناطق مع بقاء فرص الأمطار حاضرة في المنطقة الجنوبية الغربية، ولا تغيير يذكر أو جذري على درجات الحرارة بشكل عام. يوم الأربعاء أجواء مستقرة في كافة المناطق، درجات حرارة مستقرة، لا تغييرات جذرية أيضا على ذلك، سوى أن هناك تراجع في فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الخميس ارتفاع قليل درجات حرارة في بعض الأجزاء، والأجواء مشمسة، غالبا مشمسة في أغلب المناطق، ولا تغييرات أيضا جذرية على الأجواء. نختم هذا الأسبوع بتوقعات يوم الجمعة التي أيضا لا يوجد بها تغيير جذري. فمثلا العاصمة الرياض 26، 30 درجة مئوية في جدة، 19 في المناطق الجنوبية الغربية، 24 درجة مئوية في تبوك، 17 في الحدود الشمالية، و26 درجة مئوية في الدمام. والأجواء ستكون هذا الأسبوع مستقرة في معظم مناطق المملكة عدا المناطق الجنوبية الغربية وفي معظم أيام هذا الأسبوع. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.